يعني انت متأثر كثير. شو متأثر يا زلمة؟ من عامل عملية قلب ماليش 4 أشهر. ماليش 4 أشهر. تحكي لي شو اللي صار؟ شو اللي صار؟ أبلش العمل. وإني بقولوا إنه بعد ما لقيت تصاب كيف لا شفنا تصاب ولا شفنا حدا ولا مناش أنا عشرين يوم بلشين قصة شو. هالتنتين بالليل فقنا اعتقل أولادي. وانا بدي يعني حسيت على صوت البيجر ونازل يكون نعم فتحت الباب ولا شربوا لصي دفشوني ولا ارمي وخلصوا الهدم بيجر اثنين. لمين هاي العمره اللي سويتها؟ لابن ابني. نعم لياسك جهز لحالك. حاولت انكم تاخذوا رخصه من اللي بالعمره؟ قدمته؟ مقدمين طبعا. مقدمين في ملف بالتنظيم؟ في ملف بالتنظيم وفي كل شيء ومهندس وكل شيء. هاي الدول كلها حوالين شيء مش منطقة يعني ما فيهاش رخص. هاي المنطقة داخلة في منطقة المسطح عمار. منطقة عمار؟ هي ما وصلكوا أي ورقة أي تهديد أي ورقة شعار؟ بالمرة طلبت منه معك أمر هدم قال مع المعروش ما تسع. طب يعطيني نسخة منه. ما أعطنيش. روش ما تسع وين كان واقف معي انتحت على الكيكار وين اللي بتلف لجاي تطلع. نعم. نفذ أولادي شافوا علي عاصي واقف معي اعتقل أولادي اللي طلعت. شو رايحين تعملوا؟ شو رايحين نعمل؟ بدنا نشوف شو يطلع النهار نشوف شو كيف هذا بهبطوا دار طابقين ونص صارت بدون امر محكمه بدون نهول البيت مش بات بدون 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 كل الى النهايه تشوف شو كيف هذا تصاب يعني طلع يعني فطروش نبز بالارض. نعم الناس بيعملوا محاكم بيروحوا على المحكمه بيطلعوا بينزلوا. نعم. بصير قرار محكمة بصير تصاف هريسا. نعم. يعني بلكي أنا بدي أهبط بدينش أني أيها أنا إذا المحكمة خيفاوتي أنا بهبط. نعم تبعثوا لي تنبيه. بقول لك إذا أنت شفت ورقة أنا ما شفتش إشي. نعم لحد هاي الدقيقة ما شفتش إشي. طيب عندما تيجي تهبط دار بدك تيجي تعمل عقول على واحد بتقول له هاي تصبت مش باط ولا لا. نعم كيف تهبط دار من الشيك 300-350 متر بدون سابق انذار؟ احنا شايفين انه برضو الطبار برضو الحديد ما مش ضال الاشي ولا اسم. يوم الثلاثة اللي فاتت صبينا السقف بعده ما قلناش منه خشبي. خشبي ما نحلش منه. انا امبارح شريت خشب 15,000 شيكل يا عبارة ما دقمتش فيه. بعده عبار العمرة حديد عبار العمرة سمنتو والكل عم تاتا نفاني انطونا لفانوت على القليل الاغراض اللي حطنا ننزلها. جيبوا اي خريطة مؤشرة انه في شارع هون. هني بدعوا انه في شارع هون. في الشارع اذا ولا في اشي. والله ما في شيء. هات ما صبر. حجي شو رايك بالشيء اللي صار هون؟ رايي انجا لو انه بغزه او بجنين او بالضفه بيعملوش فينا هيك. صغير كبير اولاد يصولوا عليها وكل يصولوا عليه. بيجي بصين وبيجي 60 سياره على الدوار مرات انا وابني. نعم. وهو قاعد الرئيس تحت دار ابو منير معاهن. انا شفته. نعم. انا وابني. نعم. وهو قاعد الرئيس معاهن. ليش تنطيهم مثلا؟ ليش تمضي لي نهدوا الدار طبقتين؟ ليه ما قلتش لاصحاب الدار انه تهدوهاش مثلا؟ بدهن يهدوها تهدوها احنا بنهدها ساعتها. إيه اما هيك فجأة ما نحسها للبوليس على الثنتين وبيقرات اثنين شو السيري؟ وين احنا؟ مش شاعرين انه احنا ظالمين شوي رئيس المجلس انه بيعلمش الاخري؟ لا بيعلم ما ضع ورقة بيعلم. قالوا انه قالوا له روح لرئيس المجلس للولد. قالوا له روحوا انتوا عند رئيس المجلس ومضى الشارع وبدل شو؟ تتوقع حجي بتتوقع انت انه رئيس مجلس محلي بيمضي على هدم دار في البلد؟ لما بيساوي بده يمضي اذا شو اسمه اذا هو بلا ضمير مثلا. اذا هو بلا ضمير وبده يمضي بيمضي.
احنا بنقدر نعرف انه مضى، قالوا مضى هن بيدعوا انه مضى. هن بيدعوا انه مضى. نعم بدي اسالك حجي، انا مضيت صار اعتداء على الصبايا والبنات والنسوان. البنت نعم. والبنت نعم. اياها هاي من نظرتك نعم. شفت منيح نعم. من حرق الدم من قربوا بدهم يراجعوا على البيقر حجرين صالوا عليهن لهذيك من شعرها مسكوها وعيونها بتجعها، ولهي البنت رفشوها نعم. ولا مرت ابراهيم. طب من حرق الدم مش لازم يحسوا فيهن دم قلوب نحط بقلبها بتصير بالهوين العمراء؟ لا طبعا ما بتصيرش بالهوين طبعا لا تفزعوا علينا يا ست صالوا هذول صغار يركضوا لقدام ويسكروا يقولوا لي ست سكر الباب.